أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول واقفا فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا. فهذا يدل على أن الأصل في البول أنه كان يبول جالسا صلى الله عليه وسلم. حذيفة رضي الله عنه رأى النبي خارج البيت، عائشة تخبر بما رأت، تقول: ما رأيته يبول إلا جالسا، فيدل هذا على أن هذا هو الأصل. حذيفة رضي الله عنه يقول: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال واقفا، تنحى يقول فبال واقفا، فدل على أنه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة، فدل هذا على جواز ذلك. واشترط أهل العلم أن لا يرجع إليه البول إذا كان في هواء أو شيء، أو يضرب في شيء ويرجع إليه البول، إذا كان يأمن أن يتناثر عليه البول ويأمن أن لا يراه أحد، فالأصل أنه جائز، ولكن تركه أولى، تركه أولى، لكنه جائز. والعرب في السابق، لأن الآن بعض الناس يرى أن هذه، أنا سمعت واحد يقول من الكبائر البول واقف، مبالغة في هذا الأمر، بل حتى ليست حراما حتى يقول من الكبائر. وذكر الحافظ بن حجر أن العرب في السابق كانوا يبولون قياما، هذه العادة عندهم، هذا الأصل، والمرأة هي التي تبول وهي جالسة، والرجل لا يبول إلا واقفا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة أو بعد البعثة، الظاهر قبل البعثة، كان يبول جالسا صلى الله عليه وسلم، فرآه أحد فقال: انظروا إلى محمد يبول كما تبول النساء، يعني يسخرون منه، كيف تبول أنت جالس؟ فهي قضية أن عادات وتقاليد هذه تختلف من بلد إلى بلد ومن وقت إلى وقت. فالآن الأصل أن الإنسان يبول وهو جالس، لكن إذا أمن رشاش البول وأمن ستر العورة وأمن هذا، فلا مانع أن يبول وهو قائم، خاصة إذا احتاج إلى ذلك، والله أعلم. لا، ما ترى العورة، أي نعم، لا ترى عورته، أي يشوفونه واقف ما يضر. حذيفة شاف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود لا ترى العورة، لا ترى عورته، يعني عورته تكون مستورة. أي نعم.